مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحية صباحية عطرة نزفها لكل المتابعين الأوفياء، وكنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، أهلا الله عليكم باليمن والبركات ونهاية أسبوع موفقة كنتمنوها لجميع المتابعين الأوفياء، وكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. والناس اللي شراوا العيد كنقول لهم بالصحة خروف العيد وبالصحة الحولي ديال العيد، والناس اللي مازال ما شراوا كنقول لهم الله يسهل عليكم والله يجيب التيسير إن شاء الله، وبالرزق إن شاء الله الحلال الطيب بإذن الله تعالى وبركاته. دائما متابعينا الأوفياء كنحاولوا أننا نكون عيونكم التي لا تنام، العيون التي ترصد لكم كل صغيرة وكبيرة بربوع المملكة الحبيبة وبمختلف المناطق بالمغرب. وحنا الآن كنتواجدوا بوحدة من المناطق المعروفة ضواحي مدينة أكادير، ومن أجل أن ننقل لكم كل ما يزري كما كتشوفوا الهدوء والسكون يعم أرجاء المدينة في هذا الصباح. الأغلبية ديال الناس لا زالوا نيام، الأغلبية ديال الناس باقي نعسين في هذا الصباح المباركة اللي هي صباحة يوم السبت بطبيعة الحال. وكما كتشوفوا الشوارع يعني خالية تماما من الحركة والهدوء، والسيد الموقف في هذه اللحظة والعنوان الأبرز للمدينة، فتحية للجميع. منطقة تلاتيزم، فنحن الآن كنتواجدو في منطقة تلاتيزم وحدة من المناطق المعروفة بضواحي المدينة. كما كتشوفو فالحركة ضعيفة جدا في هذا الصباح، فتحية للجميع وصباحكم مبروك إن شاء الله يا رب.
موقف بطبيعة الحال في كل مكان، فتحية للجميع وصباح مبروك وكنتمنى للجميع صباح سعيد، صباح كثير، صباح الأمل والتفاؤل بإذن الله تعالى وبركاته. فتحية صباحية عطرة نجف لكل المتابعين الأوفياء أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. كنقول لكم صباحكم مبروك وبتيسير إن شاء الله يا رب، تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. أنتم كتشوفوا معنا الأجواء الصباحية في هذه الصبيحة المباركة اللي هي صبيحة يوم السبت. الأجواء كل طبيعة الحال يعني غيستعد للعيد، كل غيحاول يستعد يعني العيد الأضحى المبارك للجميع. عيد مبارك سعيد ونتمنى لكم الصحة والسلامة وبشمل الدنيا إن شاء الله يا رب.